فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل البعض بأن النية يجوز التلفظ بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إذا صائم، وذلك عندما لم يجد. هذا إخبار، هذا إخبار. لما طلب أكل وقالوا ما في شيء، قال إني إذا صائم، هذا بيان لبدء الصيام عنده عليه الصلاة والسلام، إخبار ما هو بنية. نعم.